قبل ما أختم، أي واحد يقول إن إحنا كمسلمين والنصارى واليهود سيم، هذا كافر. وهذا المجمع مجمع كفر. هذا المجمع الآن اللي يفتحوه في الإمارات، مجمع العائلة الإبراهيمية، مجمع كفر. هذا المجمع قام على باطل. أنت إنسان مسلم إذا دخلت وآمنت وصليت، والله أنت كافر. تخيل أنت تدخل تصلي في هذا المسجد اللي هناك وأنت مؤمن أن هالثلاث مباني سيم، أنت كافر.